كلنا بنسعى للتغيير. حاجات كتير كنا بنفتكرها صعبة ومستحيلة، بس التغيير دايماً فيه سبب وراه، سبب يساعدنا إن حياتنا تبقى أحلى وأسهل، سبب يخلي للكون معنى، سبب إنك تكون فرحان بكل لحظاتك المهمة. السبب ممكن يكون حدث وممكن يكون شخص، شخص وهب حياته إنه يساعد الناس إن حياتهم تتغير وتبقى حياة جديدة وسعيدة، شخص قرر إنه يغير حياة أكتر من 16,000 واحد ولسه بيسعى لتغيير حياة أضعاف الرقم ده مليون مرة. عمليات السمنة هتخليك تعيش حياتك اللي معشتهاش، تلعب براحتك، تقضي وقت سعيد مع اللي بتحبهم، تضحك من القلب وتفرح من غير أي خوف من المستقبل. أنت كمان تقدر تكون واحد من ضمن ألبوم صور كبير، ألبوم صور لناس تغير حياتهم، ألبوم صور سرحان وبستتلمات.